لعبت في الثلاثة كيبات الكبار في تونس لبيت وايس بيانس، شنو الفرق بين الثلاثة؟ الفرق واضح والناس الكل تعرفه، معناها قوة إدارة، مسؤولين، معناها ناس تخدم على رواحها، ما يحبوش معناها كما يقولوا ياكلوا لك حقك. فهمنا في المونتون هذا، عملنا كونترا هكا، عندك سالاريك تاخذها في وقتها عليك بالخدمة وكا، والفلوس متخممش فيها. الكلوب قبل معناها توا ديجا تشوف واحد قلبه يوجع، معناها كيفاش حتى ليتوال، معناها زوج جمعيات جوارات مش همش مخلصينهم عرقهم هذاك، وربي يهديهم المسؤولين كما نقولوا. حرام والله حرام شيء هكاك، حتى النيفو يطيح، وحتى جوارات تشوف اللي ماشي للخليج واللي ماشي وبعد يقول لك الهوند مشي في تونس. بون ليتوال جوها به، الكلوب كيف كيف، الترجي الجو ديما سخون. من ناحية شنو؟ جماعية تلعب لك كان عطي ترويت، ما ترضى لكش معناها حتى يتوالوا الكلوب ما يلعبوا عطي ترويت زيت. ما باقي فما يفهموا معناها كما يقولوا ما جيتش غالب نخدموا العام الجاي. توال حس ما نتذكر معناها خسرت معناها تيتر تتغشش شويه بعدك هاو معناها في الاسبيرونس كيف في الاسبيرونس تقعد لك تقعدك الغصه وتقعد لك القهر هذيك، وواحد كيفاش خسر تيتر وكيفاش ضاع عليه تيتر هذيك وكيفاش معناها ديما تقعد حتى هز زوز ثلاثه تيتروات تقعد مقهور على التيتر ولا على الكوب اللي ضاعت على الكوب اللي ضاعت. انا ولا الكيب اللي لقيت فيها راحتك اكثر؟ والله الحمد لله لقيت راحتي في الكل، لما اللي توا ما نحكيش عليه خاطر صغير ما نتسميش واحد مازال ما يعرفش بالقدا وما هوش صغير، ما عادي معناها ما تنجمش تقيمها الحكايه. ما الكلوب والاسبيرونس الزوز عديت فيهم ايامات باهين وهزيت التروات وفرحنا وبقينا وتغششنا وكل ما معناها هذاك هو السبور. انا الفريق اللي جمهوره مغروم بك اكثر؟ والله ما نعرفش بالضبط الحقيقه، نشوف الزوز معناها اللي يشوفني في الشارع يسلم ويفرح اما نتصور قبل الكلوب اكثر، خاطر واحد في طمكو كما يقولوا